السلام عليكم أعزائي المشاهدين، بنصور من المكتب النهارده. مساء الخير على الجميع. النهارده هكلمكم عن صبار الحي علم أو صبار الفلسطيني، مش هنقول الصبار الإسرائيلي عشان الإخوة الفلسطينيين بيزعلوا. هو الصبار ده بينمو في منطقة فلسطين، أخضر فلسطين الشقيقة. طبعا هو الصبار ده مزهر وصبار جميل جدا ومتمدد. طبعا العميل جايب البصيص ده بالطريقة دي. طبعا الصبار ممتاز ومفيهوش اي مشكلة، لكن حصل فيه تلفيات وبدأ يصفر علشان نوعية التربة اللي موجودة موجود فيها الصبار، وهي التربة الطينية. طبعا حضراتكم عارفين ان الصباريات ما بتحبش التربة الطينية وبتحب التربة اللي هي جاية تتصفر. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبدأ نقلل الصبار علشان العميل ما عندوش امكانية ان هو يدورها في قصص او كده. هنبدأ نقلمه ونشيل الأفرة اللي هي الميتة او الأفرة اللي هي الجانبية اللي هي مش كويسة يعني. نبدأ نصفيه كده ونخلي المنطقة الخضراء بس هي اللي موجودة، أو الأجزاء الخضراء اللي موجودة. طبعا الصبار ده بيتكسر بالعقلة، بأي عقلة، بالعقلة الطرفية أو العقلة الوسطية مفيش مشكلة، ومحتاج منطقة يعني محتاج شوية ظل عشان يبدأ يجمع. من أسهل أنواع الصباريات في التكاثر يعني، ممكن نعمله تكاثر بالعقلة الطرفية أو أي عقلة يعني، حاجة زي كده مثلا. عقلة زي كده ممكن يتكسر راحة كده وخلاص، المنطقة دي اللي هتشتغل إن شاء الله. طبعا القصيص ده فيه أربع نفتات، أربع شتلات كلهم مغطيين على بعض. المفروض يدور في قصيص أكبر، ده الصح، لكن العميل ما عندوش الإمكانية إن هو يدوره في قصيص أكبر. فإحنا هنطلبه على قدر الإمكان. لكن لو في امكانيه عند حضراتكم في حاجه زي كده يبقى المفروض يدور في قصيص اكبر. الموضوع المهم ازاي ان احنا نعالج موضوع التربه ده. هنبدا نقلب القصيص كده بالطريقه دي زي ما حضراتكم شايفين. نبدا ننزل القصيص بحرص بالطريقه دي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي التربه المستخدمه تربة طينية، فطبعا ده مش هينفع. هنزيل الجزء السفلي من التربة عشان نخفاه، عشان نزودها بتربة رملية أو تربة رملية على طينية إلى حد ما. نزيل إيه هو الشيف كوفتة اللي هي الشيف كوفتة على إيه هناك؟ هنبدأ ننزل النبتة زي حضرتك. نتأكد من فتحات التهوية موجودة تمام. ممكن نجيب الخليط بتاعنا اللي هو طامي على الرملة ده. كده احنا خفينا التربة اللي هي الطينية بدون ما نأثر على المجموع الجذري بتاع النبات، وهنبدأ ننزله في القصيص بالطريقة دي. نضغط على النبات. نملأ بالتربة اللي هي بتاعتنا. نسيب مساحة للمية، نسيب مساحة للري بتاع النبات. بعد التدوير النبات معانا هيبقى بالشكل ده، ويستحسن ان احنا نديله قص برضه تاني عشان هو طويل زيادة عن اللزوم. اهو بص الأفرع اللي هي اللي هي الجانبية دي عشان يبدأ يطلع براعم من أول. طبعا هو العميل عنده رغبة ان هو يبقى طويل عشان يبقى متدلي من على السطح بتاع البلاط او
عجبك الفيديو اعمل اشتراك للقناة واعمل شير لاصحابك عشان الكل يستفيد. ان شاء الله في اي حاجة تتعلمها.